وليد انت موجود هنا اكيد في مهرجانات كتير بتعمل، بس كلمني على جرش. يعني اول مره جرش كانت سنه كام؟ 87 88 87 كان مهرجان لا ينسى ابدا. وطبعا جرش من اهم الاماكن في الاردن اللي واحد ممكن يقدم فيها فنه، وبتبقى بالسي في بتاعه زي بيت الدين، زي دار الاوبرا في مصر، زي جرش، زي كرتاج. الأماكن دي اللي الفنان يتمنى دايما أنه يتواجد فيها ويطل من خلالها مع الجمهور. ده جمهور أنا بعتبره هو ده الجمهور اللي لازم ننحني أمامه. ليه؟ يعني بيجي بيقعد على سمنت، بيقعد ساعات عشان يشوفه. أيوة. فده مش ممكن نقدر. بس هو وهو بيقعد في جرش، خلينا نقول للناس هو قاعد على حجر كله تاريخ. طبعا تاريخ، لازم يكون المطرب الموجود قد التاريخ. ده تاريخ طبعا، عز وكرامة، انما لازم انا انحني قدامه. صحيح. لا جاي ياكل ولا يشرب، ده جاي يسمع وينبسط ويكون سعيد. وليد يعني انت بتقولي البداية كانت في الثمانينات، في الثمانينات ده كان عز وليد توفيق، سينما، اغاني، فالناس بقى كانت بتطلب منك اغانيك السنجل واغاني الافلام، كانت عندك كمان ليها شعبيه كاسحه. شوفي لن انسى انا مهرجان قرطاج لما تبرعوا الشعب التونسي، لن انساه في حياتي. 40 ازازه دم تبرعوا فيها بالحفل عشان يخشوا الحفله، ودي لوزاره الصحه مش لي انا، لكن انا خفت يوميها افتكرت حصل مشاكل، وطلع الرئيس حكى على التلفزيون انه تتبرعوا لفنان بتحبوه، ما تتبرعوش لتونس. لكن هو كان التبرع بيحصل عندهم حوادث كتير على الطرقات في ايام الصيف، فده لن انسى هذا المهرجان. مهرجان تاني في الجزائر لما حملوا السياره، ودي حصلت بس مع عبد الحليم الله يرحمه، انا عيطت دمعت. والمهرجان الثالث اللي هو كان جرش، هم ورا بعضهم كانوا ايام افلامي وايام اللي كانت الدنيا مليانه اغاني وليد توفيق الحمد لله، وانا بشكر ربي اني مستمر لغايه دلوقتي.